السلام عليكم. اليوم حبيت نتكلم على الواجهة الخارجية تاع ملعب تيزي وزو، واللي طرحت جدل كبير يعني في خص يعني الهيئة تاعها. وانا نقول بكل صراحة انه يعني من ناحية الجمالية تعتبر كارثة. لماذا؟ لانه هنا نشوف المحلات الداخلية نتاع الواجهة هذه، مانيش عارف الى هادو مكاتب بيروات ولا محلات تجارية ولا تاع مقاهي ولا ما فهمناش. المفروض هاد المكاتب، وهنا نشوف الواجهة الخالية من الخارج، المفروض الملعب يكون عنده انفلوب ولا غلاف خارجي ولا واجهة خارجية تكون انديبوندونت، تكون اونتيتي انديبوندونت بارابور على ستركتور دو ستاد ان لوي مام. لازم تكون الواجهة الخارجية ولا الغلاف ولا لونفلوب تكون عنده يعني ان فونكسيون جمالية، الخدمة تاعو تكون تمد الجمال للملعب. هذا ما كان ما تكونش محلات، ولا تكون عندهم واجهة وتكون زجاجية ومحلات وكذا. لازم تكون اونفلوب استيتيك، يكون انفلوب وانديبوندونت بارابور على ستركتور نتاع لو ستاد. كما شفنا في وهران كذلك نفس المشكل، لا ستركتور بورتونت نتاع السقف دايرينها واجهه نتاع الملعب. المفروض الواجهه تكون انفلوب انديبوندونت، وتكون انفلوب كيما رامي يديرهم دركايا اون 3 دي، سيتي انفلوب 3 ديمونسيونيل، غطاء يكون كيما نفس الغطاء يعني من نوع نتاع الغطاء نتاع القاعات الرياضية نتاع مركب وهران. يعني القاعات الرياضية المسبح ولا القاعات الرياضية المتعددة الرياضات فيها اون انفلوب يعني تري ديمونسيونيل، غلاف ثلاثي الأبعاد، جميل جدا. وكان المفروض الملعب يكون عنده الغلاف هذا بنفس الطريقة، نفس النوع، بنفس الألوان، يكون غلاف للملعب، تكون عند يكون دون يعني دو تري ديمونسيونال على عنده ثلاث ابعاد، ويكون يغلف الملعب. وهذا نفس الشيء بالنسبه للملعب نتاع تيزي وزو. يعني في وهران المشكل اقل حده، اما ملعب تيزي وزو يعني الغطاء هذاك كارثه، لانه يفسد يعني الجانب الجمالي تاع اي ملعب في العالم عنده اهميه كبيره. الواجهه، هو الواجهه نتاع الملعب، هو الفيغورا، il donne de la gueule à la structure، يمد une personnalité، يمد une personnalité، شخصيه يمد للملعب. اذن هنا يعني القضيه تاع الغلاف الخارجي تاع ملعب تيزي وزو راتي، وممكن يعني يعني لا ريباراسيون ب يعني بوضع غلاف جديد يغلف كل الملعب. يعني والغلاف ما يكلفش كثير، كاين مواد بلاستيكيه، مواد تاع لا فيبر دو فير، مواد خفيفه ما تكلفش كثير باش الانسان يوضعها وتكون تتناسب مع السقف وتمد جانب جمالي للملعب. اكتفي بهذا القدر، وهذا ما كنت أريد أن أقوله بالنسبة للغلاف هذا، وإن شاء الله يكون فيها خير، والسلام عليكم.